انت تحترمنا. انا بس بقول احنا عندنا كم عضو هني يعني حتى احترام حق الكويت ما في حمود. يعني انا اتمنى انا الشخص هذا اتمنى اتمنى لو بالارشيف لا انه على ايام ما كان بالمدرسه وهذا بس عشان اراويك التناقض. هو اكيد كل والله انسان والله من طلع صدقني من طلع من بطن امه شوف بالكويت لا صدقني من طلع شوف كل انسان احنا من وعينا على الدنيا هذه من وعينا اسرار من وعينا على الدنيا هذه طلعنا من بطون امنا قعدنا من الروضه عندنا ساحه علم صغيره نوقف فيها نرفع العلم ونقول وطني الكويت سلمت للمجد يعني تخيلي فما بالك الانسان هذا ما اتوقع انه يعني كان بالمرحله الدراسيه اللي هو اذا كان دارس والله ما ادري صراحه يعني على مدرسه مجلس لما بالكويت هذا فيعني مدرسين عادي يعني ما ادري ما اتوقع رجل متعلم هو والدليل شوف افعاله يعني عيب لما تقول عليه متعلم انا اقول لك اياه نهائيا مو متعلم والصدمة حمود شنو اثناء رفع العلم والنشيد الوطني كلهم قايمين وواقفين يقولون النشيد الوطني تبي قله الادب الاكبر قله الادب الاكبر ما وقف حق العالم وين قاعد بالواجهه اول صفره يعني شوف يبي الاعلام يطلعونه يبي الاعلام تحط الكاميرات على هالشخص يبي الاعلام يطلعون يبي كنا مقالات او حديث الجرايد يعني شوف الوقاحه اللي انا كل بقول لكم يا اذا 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 هذا الشيء صار لحظه محمد اذا الحين انتم شفتوا شنو صار احنا ما قاعد نالف ولا حكي جرايد لا شيء واقع هذا واقع صاير وتقدرون تروحون تشوفون بساحه الراد الحين شنو يصير اليوم ان شاء الله اكيد راح ينعرض بيوتيوب ولا شيء سعود العنزي يقول بالفيسبوك بس الجلاد يا ريت لو تقول لنا وين المكان والوقت وان شاء الله اول الحاضرين باذن الله ان شاء الله احنا اليوم بساحه الاراده الساعه 6:30 راح تكون نكون متواجدين ان شاء الله معاكم ونبي فزعتكم يا اهل الكويت كلكم اللي يبي الكويت تكون حره ومستقله ودائما نشوف علم الكويت مرفوع الى الاعلى ان شاء الله باذن نبي الله نبي الرد نبي كلكم كويتيين تكونوا متجمعين هناك وترفعون ويانا العلم هذا محمد اذا فيه. اذا صدق محمد ومحمد اذا صدق راح نكون متواجدين هناك اذا ما خذوا حق علم الكويت مو حق مو شخص غلط على شخص ولا شخص غلط على وزير ولا شخص غلط على شيخ شخص غلط على علم الكويت إنزين إذا ما أخذوا الدولة والحكومة إذا ما أخذت حق علم الكويت من هالشخص بهالفترة هذه مو استجواب ما استجواب وحركات اللي كلمة لو عجبنا فيها إذا هالفترة هذه ما أخذوا حقهم من هالشخص هذا حق علم الكويت لا حد يزعل إذا راحوا وقالوا إن إحنا عندنا ناس رداية بالكويت يعني انا من ناحيتي ما راح ازعل اذا احد غلط علينا ولا اذا احد غلط على الشعب الكويتي لان صدق اذا الكويت ما خلت حقها على الكويت شوفي شوفي انا ما اقدر اعلق صراحه يقول لك هادي اشكناني يقول والله شيء يعور القلب اقسم بالله ان سالفه العلم ضايقت الكثير مو بس الكويتيين ضايقت كثير من البدون والله حرام يكون كويتي الشرها على اللي صوتوا له وما جابوا جنسيته انا ما ابي اتشرح على اللي صوتوا له يمكن اللي صوتوا له يتاكد ولبس قناع يمكن الكذب عرفنا بين. أو استغل شريحة ناس يعني إنه دخل بموضوع إن الإسلام وهذا انتر والإسلام ما يحث على هو لبس قناع الكذب انتر وبعد يومين دز لكم بتويتر ولا بفيسبوك طبعا من أهله أو من ربعه ولا شيء يا جماعة أكيد كانت ريلة مبتورة ولا ريلة انشلت ولا حاشة شال الخمس دقائق ولا جلطة خمس دقائق فما قدر يقوم أو ما سمح صار كان أصمخ إن شاء الله والله إن شاء الله توشة يعني إذا شيء في قلة أدب إنه ما يقوم حق عمل الكويت إن شاء الله توشة أنا والله أقول شغلة واحدة يا أهل الكويت نبي فزعتكم نبي وقفتكم نبيكم بساحة الإرادة اليوم الساعة 6:30 الله يوفقكم ويوفق كل الكويتيين كلنا للكويت والكويت لنا اليوم إن شاء الله 6:30 ولا تنسون والناس هذيلي عشان تكون لكم عبرة إن السنة الجاية ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها لما تصوتون اختاروا الناس الصح الكف اللي يكون بالمكان الصح وأحلى حبتين لكم ساحة الإرادة راح تشوفوني أنا صوتوا ليش السنة الجاية طيب